عندنا ثلاثة من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، والنجم الكبير الكابتن إبراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش. هنطلع نشوف تقرير عن واحد من أفضل وأهم اللاعبين في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، لكن لسه عنده أحسن من كده بكتير جدا. ولكن أنا بتكلم على روح الفانيلا الحمراء، التيمة اللي دايما ماشيين عليها، التيمة اللي بتزعل الناس كلها. إن لما مجلس الإدارة الحالي كان متواجد وفي الانتخابات عمل إيه؟ عمل ايه؟ قال لك روح الفانيلا الحمراء. الناس كلها قالت لك يا جماعه ايه روح الفانيلا الحمراء، انتوا بتهزروا؟ وحد يطلع يقول لك اصل ده ما فيش حاجه اسمها كده. لا، في، ما هو ما تعرفوش، ما حدش يعرف، والله ما حد يعرف. البس الفانيلا كده وانت تشوف، وانزل في وسط الجمهور واسمع كلمه الاهلي وهي بتتغنى كده في المدرجات، شوف هيبقى في حاجه اسمها روح الفانيلا الحمراء ولا لا. احنا متعودين، احنا متربيين على كده، الناس الاهلاويه متربيه على كده. الطفل الصغير اللي طالع لما بيبقى لابس الفانيلا الحمراء تلاقيه بيشجع احسن من اي حاجه تانية. هي دي روح الفانيلا الحمراء، هو ده اللي دايما الاسلوب اللي احنا بنمشي بيه، هو ده دايما الحاجه اللي احنا بنتفرد بيها كنادي اهلي. بنتفرد بيها كنادي اهلي. تلاقي الناس كلها متضايقه وزعلانه، ايه يا عم فانيلا الحمراء وروح الفانيلا الحمراء، وايه المبادئ وايه القيم وايه مش عارف ايه، انتوا بتقعدوا تقولوا اي مش اي كلام. والله يا جماعه مش اي كلام، كلنا عايشين في كده، كلنا عايشين في كنف هذا الموضوع، كلنا عايشين في التيمة اللي مجلس ادارتنا ماشي بيها، روح الفانيلا الحمراء. حمدي فتحي بقى لاعب بروح الفانيلا الحمراء. نشوف هذا التقرير ونرجع نستقبل